نعم شهد إبراهيم، صباح الورد مرة أخرى. أكيد وسط البلد في زخم هائل من المعالم السياحية التراثية الثقافية، كل شيء بخطر ببالك ممكن تلاقيه في وسط البلد صحيح. القديم اللي إحنا موجودين فيه الآن، وبحتضن واحد من أقدم المساجد في الأردن وهو المسجد الحسيني الكبير، واللي يعتبر من أهم وأبرز المعالم في المدينة. هذا المسجد تم ترميمه وصيانته على مر الزمان للحفاظ على هذا الإرث الديني التاريخي الحضاري المميز، وهو عبارة عن تحفة فنية معمارية إسلامية يمتاز بفن العمارة العثماني، وهو اليوم مركز ريادي تعليمي تربوي مميز. طبعا مشاهدين راح يكون معنا الأستاذ يعقوب أحمد حميد، وهو رئيس لجنة رعاية المسجد، حتى يعرفنا على هذا المعلم الديني التاريخي. بنقول لك أستاذ يعقوب صباح الخير ويعطيك ألف عافية. صباحكم أهلا وسهلا بكم، وشكرا للتلفزيون الأردني لمتابعة الأمور التراث في عمان والمسجد الحسيني بالذات. نعم، يعني من أبرز الأماكن في وسط البلد القديم، يعني أي حد ممكن يجي يتجول أو يزور وسط البلد القديم بده يشوف المسجد الحسيني، بده تعرفنا عليه وتحكينا عن بداية بناء هذا المسجد. نعم، المسجد الحسيني الكبير بدايته نشأ في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أثناء الفتوحات الإسلامية، فكان مركز تنقل من بلاد الشام لعمان لفلسطين، هذه نقطة التقاء الجيوش الإسلامية. بعد سيدنا عمر بن الخطاب، بعد ما أنشئ بعهد سيدنا، تلاه الدولة الأموية. الدولة الأموية قامت بإنشاء المسجد نشأة ثانية وبناؤه على أسس أحدث ما كان بهذاك العهد، ثم تلته الدولة العباسية. يعني معالم المسجد تقول أن الدولة العباسية قامت بإنشاء المسجد ومتابعته حتى الآن يشبه المساجد في المدينة أو في مكة. المسجد له خاصية خاصة بشبه المسجد الحرام في مكة المكرمة. نعم جميل. طيب اول بدنا يعني بدك تكمل عن هذه السيره. طيب متى تم بناؤه بالاردن، او كما قيل يعني بعض الاخبار انه بني على انقاض مساجد قديمه او مسجد عمر قديم؟ لا، المسجد في عهد الامير عبد الله، لما قدم الى الاردن الامير عبد الله اثناء انشاء اماره شرق الاردن، قدم الامير عبد الله واول خطوه قام بها الامير عبد الله انشاء المسجد الحسيني في سنة 1921، أمر ببنائه. اكتمل البناء سنة 1924، والبناء كان على مراحل كما ترى، مرحلة في الأمام، ثم المرحلة الثانية، ثم السدد، ثم المدخل الأمامي، ولدينا صور يعني تثبت هذا البناء من بدايته إلى وأنشئ المسجد الحسيني. لكن المسجد الحسيني لم يكن فقط مسجد بل مدرسة. المغفور له جلالة الملك عبد الله الأول كان يهتم بالعلماء، علماء المسلمين، أنشأ مدرسة في هذيك الزاوية، في هذيك الزاوية هنا، ثم مدرسة دار قرآن أنشأ، وكان جلالة عبد الله يجمع العلماء حوله ويستفيد منهم ويفيدهم، لأن جلالة الملك عبد الله الأول كان من خريجين الشريعة، ويعني رجل عالم بالعلماء المسلمين. نعم. نعم. طيب سيدي، يعني هذا المكان أو هذا المسجد أو المعلم الأثري الديني التاريخي يمتاز بتصميم معماري، بدي تحكينا عن تصميم المعماري الخارجي والداخلي اللي بيمتاز في هذا المسجد. حقيقة الإعمار في عهد الدولة العباسية البداية الأولى كان إعمار على مستوى الأيام السابقة، كان إعمار قوي جدا، وكان الآن لما هدم المسجد أنشئ، اختار جلالة عبد الله مهندسين أكفاء قاموا بالتصميم، وكما ترى الأحجار النوعية الراقية والأقواس والمقرنطات الموجودة في المسجد، وكل جهة في المسجد هي
هي تحفة من تحف المساجد. جميل. نعم. جميل. يعني كمان بحتضن هذا المسجد واحدة من أقدم المكتبات، أكيد مش الكل يعني بعرف إن شاء الله حنسلط يوم من الأيام عليها الضوء، واحدة من أقدم المكتبات في أمانة عمان أو في وسط البلد في عمان، حابين تعرفنا عليها أكثر. المكتبة الإسلامية الموجودة في عمان أنشأت من بداية المسجد، وهذه المكتبة تحتوي على مجامع كتب يعني لا غير موجودة في كل المناطق، ولكن لما ألم الحريق بها في الفترة الأخيرة تم تجديدها بأمر جلالة الملك عبد الله الذي قدم إلى عبد الله الثاني، قدم إلى المسجد بسفره مباشرة وصعد إلى المكتبة وشاهد وأمر وزير الأوقاف في لحظة إعادة المكتبة كما كانت وأحسن ما كانت، وبفضل الله المكتبة كانت مكتملة بجميع أنواع الكتب الموجودة. وإحنا ندعو الناس الذي من القراء اللي موجود عنده كتب ممكن نعيرها، ممكن يقرأ في المكتبة. نعم. أستاذ يعقوب، حابين تحكينا عن مكونات المسجد. يعني أنا شايف أنه زي ما حكيت عن تصميمه زي المساجد العباسية، كمان مساجد منطقة الشام بشكل عام، يوجد نافورة داخلية. بدي تحكي لي عن مكونات المسجد كامل وطوابقه، وكم اتساعه، كم مصلي بأخذ المسجد. الصحن الرئيسي يتسع ل 500 مصلي. الرواق الخارجي يعني إجمال المصلين في المسجد لحدود 2500 مصلي داخل المسجد غير الساحة الخارجية. لدينا مصلى نساء يتسع ل 300 مصلية ومفتوح بشكل تام، إلا بلحظة الكورونا تم إغلاقه، ثم أمر معالي وزير الأوقاف جزاه الله خيرا بفتح المصلى، لأنه منطقة سياحية ويؤمها أناس كثيرين في داخل وسط البلد. يعني أستاذ يعقوب، في نهاية حديثنا بدي تحكي لي عن الأهمية الدينية التاريخية التراثية لهذا المعلم، يعني معلم مميز في وسط البلد القديم، شو مدى أهميته ووجوده في هذا المكان؟ نعم، المسجد الحسيني ملتقى أبناء الوطن في جميع أنحائه. يعني الآن مثلا رجل من العقبة يلتقي بصديقه في وسط المسجد الحسيني، من معان، من إربد، من الصلت. اللقاء المميز في وسط المسجد هنا، المسجد الحسيني الكبير، تجد يعني حتى لمقيمين خارج الأردن لقاءهم في وسط المسجد. وهذا المسجد مجمع يحتوي على دار قرآن كريم، مؤهلين علماء، مؤهلين تدريس القرآن الكريم. لدينا الشيخ الخضري العالم كبير الواعظين، له غرفة خاصة، وعدد كبير من العلماء يحضرون للسلام عليه. نعم سيدي، كل الشكر لك، الله يعطيك ألف عافية. يعني جهود جبارة للحفاظ على هذا الإرث التاريخي الديني الإسلامي المميز في هذه المنطقة من الوطن الغالي. كل الشكر لك أستاذ يعقوب، والله يعطيك ألف عافية. شكرا لكم، شكرا لمتابعتكم، نشكر التلفزيون الأردني، بارك الله بكم. طبعا شهد وإبراهيم، إحنا موجودين في مكان يعتبر من أهم وأبرز المعالم الدينية. هذا المكان عمره 99 عام، إحنا بمكان يوجد عمره 99 عام وما زال قائم ومحافظ عليه، إرث حضاري تراثي ديني مميز يتربع في وسط البلد القديم، معلم مميز أي حدا ممكن يجي يزوره ويتعرف على مرافقه ويتجول فيه، وهو مجمع زي ما قال الأستاذ يعقوب للعديد من العلوم والتعليم والصلاة والتقاء الأشخاص، وكمان بيجمع كل وسط البلد بين تجار وبين زوار بين سياح، الكل بلتم في هذا المكان. 99 عام من الإرث التاريخي الديني وما زال مستمر. صباحكم سعيد مرة أخرى.